قناة الشيخ الأحسن سليماني تقدم. أخي الكريم، بالنسبة للصدقة على غير المسلمين جائزة، لأن في كل ذي كبد رطبة صدقة وفيه أجر، ولكن لا بد أن نفهم أمر، وهو أن الصدقة هذه التي تريد أن تصرفها لغير المسلمين لا بد أن لا تكون من الزكوات الواجبة، لا زكاة فطر ولا زكاة مال ولا من الكفارات الواجبة عليك، فكل ما يجب عليك فهذا لا يمكن أن تصرفه لغير المسلمين. ما كان تطوعا ندبا هكذا أردت فقط بطيب نفس منك أن تتبرع بشيء، هذا يمكن أن تصرفه لأي محتاج مسلم أو غير مسلم، وإن كان المسلم أولى دائما، ولكن ليس معنى هذا أنها لا تجوز في غير المسلمين أو لا تصح. تصح إن تصدقت بها على غير مسلم ولك الأجر إن شاء الله، بل حتى على البهائم فيها الأجر في كل ذي كبد رطب، ولكن الواجب اللي هو زكاة المال وزكاة الفطر والكفارات ونحو ذلك هذا لا يصرف إلا إلى أهل الإسلام.